مشاهدي الأعزاء، أولى فقراتنا مع الدكتورة وفاء بنت سالم الشامسية المشرفة على برنامج ضيف الشرف الثقافي. مساء الخير دكتورة. مساء الخير دكتورة عائشة، وأهلا وسهلا فيكم وفي كل الضيوف الموجودين الحين في معرض الكتاب واللي يتابع برنامج الفهرس أيضا. أسعدتينا بوجودك اليوم. أنا أسعد بشوفتك طبعا. الله يعطيك الصحة والعافية. دكتورة، حدثينا عن مشاركة محافظة البريمي كضيف شرف، أهم الفعاليات اللي قدمتوها خلال الفترة السابقة ومدى تجاوب الجمهور مع هذه الفعاليات. هو طبعا إجمالي العدد بالنسبة للفعاليات 22 فعالية في كبرنامج عام وثمان فعاليات للأطفال، من ضمنها 6 ندوات تخصصية وهي طبعا تحاكي الوضع التاريخي والطبوغرافي والسكاني والحضاري والثقافي أيضا بالنسبة لمحافظة البريمي، عشان نعطي الزائر أو اللي بيحضر معانا ويجلس في هذه الجلسات رؤية شاملة وعامة عن محافظة البريمي. هنالك أيضا برامج خاصة بالطفل، أذكر من ضمنها مثلا الرسم على الفخار، تعلم لغة الإشارة، بعض مسرح العرائس، وقدمنا عرضين مسرحيين ولله الحمد. فإحنا نحاول نعمل كوكتيل عشان نرضي كل الشرائح، كل أطياف الناس اللي تزور المعرض. وهذا اللي لاحظناه دكتورة، يعني إحنا لما نمر عند ركن المحافظة ما شاء الله عدد زوار، قاعدين نستقطب الجمهور. عدد زوار كثير، لازم نعمل كمغناطيس جاذب. لأن هذه وظيفة ضيف الشرف، إنه هو جاي يعرف بنفسه كمحافظة، كإرث، كثقافة، كحضارة. البريمي أحيانا بعض الناس مخضع عنها طابع أنها يعني قد تكون منطقة تجارية أو يعني انتقالية أو إلى آخر، بس البريمي أعمق من ذلك بكثير. هذا اللي حاولنا نوصله من خلال مشاركتنا كضيف شرف في هذه الدورة. واللي ملاحظ دكتورة مثل ما ذكرتي عن الفعاليات والبرامج، أنه فعلا في تنوع كبير، تنوع كبير، يعني ما اهتميتوا بفئة أو جهة معينة أو خاصية معينة. حتى كبار السن جايبينهم ترانا. نعم. لأنهم جدا مهم. طبعا هي حقيقة المشاركة ما كانت مقتصرة مثلا على فئة معينة في محافظة البريمي، وإنما جمعت كل الأطياف، فتلقين المشاركة مجتمعية بالدرجة الأولى. لذلك لما جينا نحط أيضا الأفكار، عملنا قاعدة بيانات عريضة وطالبنا من الكل إنه يشارك، شارك بما لديك من أفكار على المستوى الفني، على المستوى التاريخي، على مستوى الندوات، المحاضرات، الورش، الأطفال نفسهم، لأنها أيضا راح تكون عندنا جلسة للأطفال المبدعين. فجيد إن أيضا نسلط الضوء عليهم، هذول جزء من الثقافة اللي إحنا قاعدين نعززها في أطفالنا في المجتمع. واليوم كانت معانا من ذاكرة المحافظة فيها 3 من المتحدثين اللي عاصروا العصر الانتقالي أو النهضة الانتقالية لمحافظة البريمي قبل 1970 وبعد 1970. شيء ممتاز جدا دكتورة. دكتورة، إذا بغينا نتكلم، إحنا طول ما إحنا جالسين من أول حلقة في برنامج الفهرس نتكلم عن المبادرات الثقافية الثقافية، قد لا يكون عدد كبير من الناس عارفين ما هي نوعية هذه المبادرات، آلية عمل هذه المبادرات، من الأشخاص المسؤولين عن هذه المبادرات. فممكن تعطينا تعريف متكامل عن المبادرات الثقافية؟ لا تورطيني في التعريف المتكامل. نتكلم بشكل عام، أبهم المبادرات بالضبط. وآلية عملها. صحيح. طبعا المبادرة يعني هي دائما نشاط يبادر به الفرد لأجل خدمة المجتمع، فهو عمل تطوعي. هو عمل تطوعي. نعم. بالدرجة الأولى. نعم. حاليا نجد أن هذه المبادرات أحيانا تتبناها بعض المؤسسات، أذكر من ضمنها مثلا مؤسسة بيت الزبير، ما شاء الله عنده مبادرات كثير هائلة وتخصصية وجميلة في هذا الموضوع. مبادرات مكتبة الأطفال العامة. نعم. مبادرات أيضا هيا نقرأ اللي صارت موجودة في الأفنيوز مول. نعم. النادي الثقافي، الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وغيرها من المؤسسات. أيضا قد تكون المبادرة على مستوى جمعيات المرأة العمانية، ممكن أيضا تكون على مستوى الأفراد اللي هم شعروا بوجود حاجة إلى وجود مبادرة ثقافية في ذلك المجتمع. والشيء بالشيء يذكر، عندما كنا في تقييم المبادرات القرائية مثلا مؤخرا في بيت الزبير التي استهدفت المبادرات القرائية التي تهتم بالطفل. نعم. أكثر من 300 مبادرة تتقدم على مستوى السلطنة للحصول على المراكز الأولى. بأمانة وجدنا فيها تنوع كبير وفيها حرص كبير، وأغلب هذه المبادرات قائمة بجهود ذاتية من أشخاص موجودين في المجتمع. نعم. وهذول الأشخاص موجودين أيضا في مجتمعات يعني تكاد تكون الخدمات الثقافية بعيدة عنها. بعيدة. نعم. فكان من باب الحاجة بدأوا أنهم يوفروا مثل هذه الاحتياجات، لأنهم مؤمنين أن نجاح ورقي أي مجتمع ينبع من وجود طفل قارئ ومطلع.
يعني دكتورة، إذا بغينا نعرف هذه المبادرات من وجهة نظرك بالأعداد اللي أنت تشوفيها في المجتمع العماني، هل هي زيادة عن اللازم؟ هل هي متداخلة مع بعضها بعض؟ هل هي لا تؤدي دورها المطلوب منها؟ هو طبعاً يعتمد على المبادرة نفسها. نعم. يعني بعض المبادرات تكون مقننة، تسير وفق جدولة معينة، لها ميزانياتها، هنالك دعم، وبالتالي تجدينها تمشي على الطريق الصحيح. مبادرات تكون وقتية، فقط وقت الحاجة أو لعدم وجود دعم مثلا، لعدم وجود تقبل، ربما يكون هنالك أيضا إشكاليات تصير في الفريق أو في أعضاء الفريق، لأنه في النهاية هذا عمل تطوعي. نعم. أنت ما تقدرين تجبرين الأشخاص. هنالك وفرة في المبادرات الثقافية. نعم. يعني هذا نتفق عليه، وفرة لدرجة أن المبادرات صارت بعضها ميداني حي، بعضها إلكتروني. بس اللي أريد أقوله أن ولي الأمر أو المستهدف من هذه المبادرة أين يجد نفسه فيها، وهل يجد فعلا بغيته؟ ماذا تحقق هذه المبادرات في هذه المجتمعات؟ نعم. وما هي معدل هذا التحقق؟ يعني إحنا مثلا على مستوى البريمي، وخلينا أكون يعني أكثر تخصصي لأني أدري عن المنطقة أكثر. نعم. في عندنا مثلا فرع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، في عندنا مجموعة مبادرات سواء كان للمثقفين أو للأطفال، وهي مبادرات تطوعية 100%. نعم. في عندنا مركز حدائق الفكر للأستاذة نصرة المعمر، يقدم أيضا مبادرات قرائية وتوعوية وتثقيفية في مختلف الجوانب. نعم. ولمختلف الشرائح، ولأنها مؤسسة خاصة مستمرة. في عندنا مؤسسة أو مشروع بيت البنات، وهو طبعا جهة تطوعية أهلية، والحمد لله مستمر، مستمرة تقريبا سنة الثالثة أو الرابعة، لأن في إدارة جيدة. نعم. وبالتالي البنات اللي ماسكين هذا المشروع هم عارفين أنا ماذا سأحقق أو ماذا سأنجز على 6 أشهر. نعم. أو في السنة القادمة، ففي رؤية. في مبادرات ظهرت لشهر شهرين ثلاثة وفجأة واختفت. نعم. جهد ضائع، ويمكن يكون إذا في دعم مالي أيضا دعم ضائع. أحيانا تجدين مبادرات تتشابه في أهدافها. نعم. فليش ما يكون في الدمج والشغل مع بعض؟ صحيح. كذا يعني يكون الواحد يوفر الجهد والمال والوقت ويلاقي الدعم الأكبر، ويلاقي الدعم الأكبر. نعم. وتكون الشريحة مستفيدة بشكل أكبر. بالضبط. هي في النهاية تراها أيضا تعتمد على النزعات الفردية، ويعني ومدى أن الواحد هل يريد يتعاون مع الآخرين ولا أنه يريد يبرز نفسه. نعم. يعني ما شاء الله الموضوع شائك، والحديث سيؤدي إلى يعني سنتحدث إلى ما لا نهاية فيه. يعني دكتورة، من وجهة نظرك أن فعلا يجب أن تكون هذه المبادرات تحت إدارة مؤسسية مثل أفضل. جمعية الكتاب والأدباء عدم مبادرة، يعني لازم تكون هناك مؤسسة معنية بالمبادرات عشان تضبط، وفي نفس. نعم. الوقت ما يكون في ازدواجية، وما يكون في ضياع لهذه الجهود والأموال، وأيضا ما في تشتيت للطفل أو للمستهدف من هذه المبادرات. نعم. يعني فجأة بتلقيه في هذه المبادرة هو قاعد يتعلم شيء، يمكن هذا الشخص متخصص يروح مع مبادرة أخرى شخص غير متخصص. نعم. فهني الخطورة أن أنا أقدم أيضا مادة يقدمها شخص غير متخصص، ترى وايد خطر، خصوصا. نعم. في الجانب الثقافي. نعم. زي دكتورة، كيف من وجهة نظرك هل ساهمت هذه المبادرات في استقطاب المبدعين والمفكرين والمشتغلين بالثقافة، وإنها تكون منبر لهم؟ المبادرات المؤسسية نعم نجحت وبقوة، لأن إحنا قلنا عن الامتيازات التي تمتاز بها المبادرات. نعم. صحيح. بالنسبة على المستوى المبادرات الأهلية أو التطوعية اللي هي الفردية، تكاد يعني بعضها ينجح إلى حد ما، وأحيانا تكون معتمدة على العلاقات الشخصية والمعرفة بالأشخاص، على خلاف المبادرات التي تعتمد على جهود شخصية ويمكن ما حد يعرف عنها. صحيح. أو ما حد يريد يدعمها. صحيح. بس نجد أنها في كل الأحوال هي مؤثرة. مدى يعني هذا التأثير هل هو إيجابي أم سلبي؟ أعتقد أننا نحن نحتاج إلى دراسة عميقة، وقد تستغرق يعني سنة إلى سنتين على أساس أن نجمع كم عدد المبادرات، شو هي الحصيلة المتأتية، عدد المستفيدين منها، على أساس فعلا نصل بصورة حقيقية تخبرنا عن المؤشرات الخاصة بهذه المبادرات الثقافية. طب دكتورة، أنا كفرد من المجتمع إذا أردت أن أشارك في إحدى هذه المبادرات
كيف ممكن شارك فيها؟ أبسط وسيلة السوشيال ميديا ما شاء الله، يعني عليهم هم في الفكر الإعلامي رائعين بصراحة، التسويق في التسويق خصوصا، يعني إن الشباب، فالشباب هم عارفين الحين مفاتيح التسويق الإعلامي صار عبر الإعلام الرقمي. نعم. التواصل الاجتماعي مفتوح في تويتر إنستغرام، بس تكتبين في محرك بحث مبادرة ثقافية شوفي الأسماء التي ستستعرض. لكن ما هي الحصيلة من هذه المبادرات؟ أنا كيف سأستفيد منها؟ أحيانا تكون واعذرين على لفظه الليلة إعلامية، نعم، والمحتوى فارغ حقيقي صح. وأحيانا تلقين مبادرات تشتغل بجهد وتحفر في الصخر لكن إعلاميا ما مسوق نفسها بشكل جيد. نرجع أيضا إلى أن بعض المؤسسات الحكومية أحيانا قد تتدخل في تقويض هذه المبادرات الثقافية على اعتبار أنه ما في تصريح. هذا ما يحصل في عدد من برامج كثير من المبادرات يتم إلغائها لأسباب، يعني لأسباب ربما عدم وجود تصريح، الشباب القائمين عليها ما في رؤية واضحة، ما في أهداف، ما في أعداد مكتملة، لأن أيضا في اشتراطات. وأعتقد قانون الجمعيات الأهلية يعني والمبادرات والصالونات الثقافية بدأ يقنن هذه الأمور، اللي هو طبعا تحت إشراف وزارة التراث والثقافة. فهذا شيء جيد يخلينا إحنا نسير في الشكل الصحيح، وفي نفس الوقت يمكن الشباب من أنهم يمتلكوا الأدوات الحقيقية للقيام بمبادرة حقيقية تخدم المجتمع. قبل ما نختم دكتورة أريدك بس تقولين أهم الفعاليات اللي بتعقد غدا بإذن الله تعالى في ركن محافظة البريمي. أوكي، خلينا بس قبل أتذكر، في عندنا طبعا إن شاء الله بتكون عندنا ندوة تخصصية في الحركة الفنية، يعني في المسرح والمسرح المدرسي. نعم. وبيكون عندنا نماذج من الأشخاص راح يكون تجربتهم في هذا الجانب. بتكون عندنا مسابقة حروف وهي تتبناها كلية البريمي الجامعية، والمسابقة هذه جدا جميلة. تعرفين ليش؟ لأنها تجمع الشباب من مختلف المؤسسات الجامعية، يعني الأكاديمية، سواء كان كليات أو جامعات، ويتنافسون في غدا، يعني بعد غد، على اللقب بالفائز. في عندنا ايضا امسيات، في عندنا لا امسيه شعريه، بس خلينا ننوه ايضا الى ان في ندوه اطفالنا واعلام المستقبل اللي راح تكون في مكتبه الاطفال العامه، وهذه الندوه تقام للسنه الثانيه على التوالي على هامش معرض الكتاب، وستحتضنها مكتبه الاطفال العامه، فيها مجموعه من المتخصصين ضيوف المعرض الذين جاءوا ليقدموا اوراق بحثيه واوراق عمليه محكمه في هذا الجانب. دكتوره، اذا عاد بك الزمان الى الوراء، إلى قبل أن تبدأ هذه الفعالية، وطلب منك تنظيم برنامج لمحافظة البريمي، إيش اللي بتضيفيه وإيش اللي ممكن تحذفيه؟ خلينا قبل نخلص المعرض عشان يعني هو لا، ما في عمل ما يخلو من إنه يكون ناقص أو في شائبة. نعم. بس أكيد الرؤية الحين صارت واضحة. أعتقد أني سأوسع دائرة المشاركات بالنسبة للأطفال، سأوسع دائرة المشاركات بالنسبة أيضا لكبار السن، لأني وجدت أن الجمهور متجاوب ويحب يجلس مع الناس اللي تحكي الحكايات الواقعية الحقيقية. نعم. التي تعكس المجتمع اللي قادم منه هذا ضيف الشرف. الدكتورة وفاء بنت سالم الشامسية، المشرفة على برنامج ضيف الشرف الثقافي، شكرا جزيلا وشكرا لوقتك. شكرا لكم، شكرا على هذه الاستضافة، وشكرا لكل من تابعنا ولكل من زار الركن، واللي عنده نية ان شاء الله يزور الركن، وحياكم الله. واحنا ندعوهم عن بالبرنامج انهم يزوروا ركن محافظة البريمي، ضيف شرف معرض مسقط الدولي للكتاب.